كيف كان يدرس الشيخ؟ الشيخ أحمد، نعم. كيف طلب العلم؟ طلب العلم، نعم. والله طلبه للعلم هو من شيوخه والده. والده، نعم. نعم. من شيوخه والده، وهو كان كما هو ذكر لي من أخبارهم الشيء الكثير، كان من كبار علمائهم أيضا. وهذا الولد رباه وعلمه، رأيت؟ فكان والده من كبار علمائهم، فدرس على والده، درس ما عنده من العلوم، ما كان يعرفه أبوه من العلوم. نعم. بإجماع على الإجماع. مثل الألفية مثلا. مثل الألفية وغير الألفية. نعم. رأيت؟ يعرفون هذه العلوم الشرعية. اللهم إلا ما كان من علم الحديث رواية ودراية، وإلا ما كان من علم عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا ليس عندهم. نعم. لما كان عند أحمد حضر. صحيح. وحتى قديما في بلادهم علم الحديث كان من يعرفه قليلا جدا، كان الذي يعرفه منهم من علمائهم قليلا، وإن كان قد يوجد لكن قليل. نعم. لكن الغالب لا يعرفون، غالبه ما يعرف علم الحديث، وكذلك العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تجد قلة فقط هم على هذه العقيدة، والغالب هو أنهم أشعريون. فالشيخ على كل حال درس على والدي وأخذ هذه العلوم. نعم. رأيت؟ ولذلك قديما كان علماؤهم يخرجون إلى الشرق، إلى المشرق. المشرق. المشرق لعلم الحديث وكذا. نعم. المشرق بلاد العرب في الشرق كانوا يخرجون كثيرا، رأيت؟ كما قال حبيب الله بن مايابا الجكني الشنقيطي: إنني سرت في أواني اغترابي لحديث النبي سيرا حثيثا. يشير بهذا إلى أنه اغترب لعلم الحديث، ما كان هناك، ما طلبه هناك، أو ما وجده هكذا، رأيت؟ وهكذا العقيدة. ولذلك يغلب عليهم التمشعر. والشيخ هذا، شيخنا هذا أحمد، هو ليس له علم الحديث رواة ودراية، لكنه يحفظ الكثير منه أيضا، لكن ما دون معرفة لدرجة الحديث. ولذلك تجده قد يستدل بحديث ضعيف، كما حصل هذا اللي معه كثيرا في بعض دروسه معي، رأيت؟ لكنه يحفظ تلك محفوظات كثيرة من الأحاديث، صحيحها وضعيفها وموضوعها، كل ما شئت. نعم. كله عنده، لكن ليس في اللي لم يحررها تحقيق، رأيت؟ كيف حفظهم للشعر شيخنا؟ أيوة، نعم، حفظهم للشعر كما نعم. كما أنهم يحفظون العلوم أو المتون. نعم. أو المتون، فهكذا يحفظون الأشعار، لا سيما الأشعار التي هي أشعار للاحتجاج بها، مثلا كالمعلقات وديوان غيلان للروم وما أشبه ذلك، فإنهم يحفظون هذه الأشعار حفظا عند قراءتهم وطلبهم لهذه الأشعار من على أنها متون في علم متن اللغة، في علم يسمى علم متن اللغة. إذن فيحفظونه، رأيت؟ يحفظونه ويشرح له وهكذا، فكل ما يقرؤونه يحفظونه. فما بالك بالشعر، الشعر سهلة الحفظ أكثر من النثر. نعم. فهم يحفظون النثر، فما بالك بالشعر. صحيح. كان صحيح. الشيخ أحمد يحفظ مختصر خليل، وكان يأمرني يحثني على حفظه، قال لا تدل لو حفظت، وكان يحفظ مختصر خليل، رأيته وزيادة. نعم. وزيادة، نعم، وزيادة. فلذلك في شرحه للمختصر تجد له استطرادات كثيرة، استطرادات هي استطرادات يقصد أن تكون هذه الاستطرادات فوائد لي مثلا، فيأتي حتى يأتي بعض المسائل، ببعض المسائل العقدية ليست جيدة كما سبق نشرنا. نعم، نعم، صحيح، رأيته. فالحفظ هذه يرون أن الحفظ منهج في طلب العلم، منهج
حفظ المتون وحفظ المعلومات. احفظ فكل حافظ الإمام. أيوة هذا منهج لطلب العلم. فعلى هذا درجوا، فلذلك يكون حفظهم كثيرا، وهم يحفظون في وقت في وقت الطلب للعلم وهم صغار مثلا، ويكبرون بهكذا، يكبرون به يكبرون به وهكذا. يحفظ من الصغر إلى الكبر، لا يتوقف عند يعني الطلب العلمي. نعم. لأنه يبدأون الطلب العلمي مبكرا. نعم. وهم صغار ويحفظون وهكذا. رأيت؟ ما شاء الله. فلذلك محفوظاتهم في العلوم أو عند شرح المتون كثيرة جدا. عندك سؤال آخر؟